الفكره الاساسيه بتاعت الالترا ساوند ايمجنج مبنيه على حاجه بنسميها الايكو رينجنج. ايكو رينجنج معناها ان احنا بنبعت بلس وبيسكلي بننتظر لغايه لما يجي لنا ريفلكشن او يجي لنا ايكو، ونبتدي بعد كده باستعمال الوقت بتاع الايكو دوت نبتدي نحدد المكان بتاع الريفلكتور ده موجود فين بالظبط. يعني على سبيل المثال في السونار ده التطبيق الاول خالص اللي اتبنى عليه الالترا ساوند ايمجنج، كنا بنبعت الترا ساوند بلس من السفينه بتمشي لغايه قاع المحيط مثلا، وبعد كده جت ريفلكتد باك للسفينه، ونحسب بعد كده من المسافه اللي هي عباره عن دبل المسافه اللي مشيتها البلس علشان هي راحت باك اند فورث، وبعد كده بنتكلم على الوقت بيساوي توايس الديستنس على سرعه الموجات فوق الصوتيه. لو احنا عارفين سرعه الموجات فوق الصوتيه نقدر باستعمال التايم نقدر نحدد المسافه بتساوي كام بالظبط. طبعا في الالترا ساوند الفعليه بنعمل نفس الحاجه بالظبط، بنبعت الترا ساوند بالس ونستنى يحصل ريفلكشن، وبيسكلي بعد ما يحصل ريفلكشن نبتدي بعد كده ناخد الريفلكشن دوت نبني بيه صوره بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده. لو في عندي مالتيبل ريفلكتورز بيجي لي عند كل واحد منهم بيجي لي حاجه زي ريفلكشن او ايكو، والايكو دوت انا باخد السيجنال بتاعته وابتدي ابني بيها صوره الموجات فوق الصوتيه. اللي عايزين نعرفه بقى في داخل الجسم ايه الحاجه اللي بتعملها ريفلكشن. الريفلكشن بيحصل في الموجات فوق الصوتيه بناء على اختلافات حاجه بنسميها الاكوستيك امبيدنس. الاكوستيك امبيدنس لو في عندي تو ميديا مختلفين، وانس ان بقى في عندي اكوستيك امبيدنس مختلفه بيبقى في عندي حاجه بنقدر نحسبها بنسميها ريفلكشن كوفيشنز. الريفلكشن كوفيشنت دوت بيختلف باختلاف التو ميديا اللي موجودين عندي، فبالتالي بنتكلم مثلا على ان كل نوع من انواع التيشوز بيديني ريفلكشن شكل مختلف، وبالتالي بيطلع لي صوره الالترا ساوند مميزه جدا لكل نوع من انواع التيشوز المختلفه. يعني نقدر نميز ايه نوع التيشوز باستعمال قوه السيجنال اللي راجعه لي من الريفلكشن. فعلى سبيل المثال لو كان عندي الانترفيس التو ميديا دول عباره عن ليفر وكيدني، الريفلكشن بيبقى حوالي 6 من 1000 من الانتنس اللي نازله. لو بنتكلم مثلا على حاجه زي الليفر اير، يعني في اختلاف كبير قوي بين الاثنين، طبعا بيبقى اولموست كل الحاجه اللي نازله بتجيت ريفلكتد. لما يكون عندي ليفر بون مثلا بيبقى عندي 60% تقريبا بيرجع، ليفر فات يعني تقريبا 10%. فبنتكلم على الانواع اللي هي السوفت تيشوز مع بعض بترجع لي ايكو بسيط، ولما بنتكلم على اختلافات كبيره بقى مثلا مع الفات او مع البون او مع الاير بيطلع لي ريفلكشن بيبقى عالي. فبالتالي بقدر اميز الايكوز اللي راجعه، واقدر من صوره الموجات فوق الصوتيه اقدر اميز انواع التيشوز اللي موجوده داخل جسم الانسان.